بعد انتظار دام عاما كاملا بسبب جائحة فيروس كورونا، انطلقت الألعاب الأولمبية في العاصمة اليابانية طوكيو ما بين شعلة ألهبت حماس كل من ينتظرها، وكلمات من إمبراطور اليابان العظيم دخلت بعثة من ابتكر تلك الأولمبيات، بعثة دولة اليونان، حيث مهد الألعاب الأولمبية لتتوالى خلفها بعثات الفرق المشاركة، وعلى خطى الكبار تقدم المطروش حاملا راية بلاده في مسابقة وصفت تفاصيلها بهالة من القداسة، والتي تحمل في طياتها بصمات من الطقوس والشعائر العبادية. كيف لا، والألعاب الأولمبية هي أحد أضخم الأحداث المعاصرة المرتبطة بالأساطير الإغريقية. كل هذه الأجواء بثت في بعثة دولة الإمارات المشاركة روح الشغف والفخر، والتي ستظل خالدة في الوجدان باعتبارها من اللحظات التي لا تنسى في مسيرة كافة الرياضيين. وللمرة العاشرة تشارك الإمارات في فعالية دورة الألعاب الأولمبية بوفد من 17 رياضيا، 5 لاعبين منهم في 4 رياضات هي الرماية، السباحة، ألعاب القوى والجودو. أما يوسف المطروشي والذي تشرف بحمل علم دولة الإمارات العربية المتحدة، فتوجه بالشكر إلى اللجنة الأولمبية الوطنية برئاسة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم لمنحه الشرف الكبير لحمل راية وطنه ورمز عزته وشموخه والمضي قدما أمام آلاف الرياضيين من وفود الدول المشاركة. وشدد المطروشي على أن هذا الشرف يستحق أن يبذل من أجله الجهود، تقديرا لتلك الثقة الغالية والتي أوليت له في تلك المسابقة العريقة.